كل المؤامرات التي تحاك ضد المحاماة في موقعها وأدوارها. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ سفيان أيتو علي، محامي بهيئة مكناس الرشيدية، الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بمكناس، وعضو المكتب التنفيذي لفيدرالية المحامين الشباب بالمغرب. كما تتشوفوا اليوم كنا مع حدث تاريخي، جرس إنذار خطوة أولى في درب النضال، قررها مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب بعد التشاور مع الإطارات الوطنية الشبابية. الأكيد أن الصور تعبر عن نفسها، أكثر من 3000 محامية ومحامي حضروا من كافة ربوع هذا الوطن الجريح، جريح بهذا التشريع اللادستوري، جريح بهذا التشريع الذي لن يحمي حقوق المتقاضي. انتم كمنابر حرة غادي نحاول نوضح، ولو أن الوقفة عبرت عن ذلك. سأوضح لكم بكون هذا التشريع يميز ما بين المتقاضي الغني والمتقاضي البسيط، فكيف يعقل أن الدفاع الذي يصون الحقوق أن يسمح بتمرير قانون لا يخول للمتقاضي الذي يتقاضى وفق اختصاص قيمي ديال 30,000 درهم لا حق له في الاستئناف؟ من أين أتوا بهذا القانون؟ ما أنزل به الله بن سلطان لا وجود له في تشريعات المقارنة. كيف يعقل أن نسمح بتمرير هذا القانون لا يخول للمتقاضي الذي يتقاضى في حدود مبلغ 80,000 درهم لا يحق له الطعن بالنقد؟ مع العلم أن القاصي والداني يعرف أن الطعن بالنقد أو محكمة النقد هي محكمة قانون تراقب التطبيق السليم والعادل للقانون. كذلك هذا المشروع جاء بمقتضيات غير مسبوقة، مقتضيات نعتبرها تتضمن تراجعات خطيرة، مقتضيات نعتبرها أساسها وهو الضرب في مهنة المحاماة الإجهاز على المكتسبات. نقدر نقول لكم أكثر من هذا الشيء، إلا كان المحامي اليوم قادر يعبأ من أجل القيام بوقفة وتظاهرة عدد حضورها هي فوق 3000 محامي ومحامية، اليوم تيجيو وتيحدثوا مؤسسة الوكيل أننا إلا شلينا المحاكم والعمل داخل المحاكم غادي يخليو ذاك الوكيل يخدم، لكن ذلك الوكيل سيجهز على حقوق المتقاضي. ذلك الوكيل هي فرصة لتشريع للفساد داخل منظومة العدالة. لن نسمح بذلك لكوننا نحمل في أعناقنا رسالة، وهي رسالة الدفاع. واهم من يعتقد أننا ندافع عن مطالب خبزية، عن مطالب فئوية، وإنما نحن ندافع من أجل صيانة الحق في المحاكمات العادلة والحق في الولوج المستنير إلى العدالة والحق في قضاء مستقل ونزيه. سأختم كلمتي هاته، هناك الكثير ما يقال لكن سأختمها وأقول لكم عد بدينا. درب النضال طويل، والمحامي ابن النضال يحمل في جيناته مبادئ النضال، لن نتنازل، وإن اقتضى الأمر على دمائنا وجثتنا فالمحامي مدافع عن الحق مناضل بطبعه. هذه الخطوة الأولى في مسافة 1000 ميل، لا زال في جعبتنا الكثير ونفسنا طويل. شكرا لكم، أتمنى، وهذه توصية
من هذا الزميل الشاب توصية لكم كإعلام حر أن تواكبوا هذا القانون المهزلة، لأنه لا محالة سيجهز على حقي أنا كمتقاضي وليس كدفاع، وحقك أنت كصحفي عند ولوجك العدلة، وحق جميع المتقاضين. لن نسمح بتشريع الفئوي، لن نسمح بتشريع التمييزي، لن نسمح بتشريع الذي يشرع لفائدة الأغنياء. شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.